السموم مش بس في الأكل، السموم كمان في علاقاتنا وشخصياتنا وفي علاقات كتير في حياتنا، علاقات موترة مرهقة جدا للروح والنفس والعقل، زي العلاقات السامة اللي باسم الحب. وكمان في شخصيات مؤذية ومستنفذة لطاقتنا بنقابلها يوميا وبنضطر نتعامل معها. علشان كده مع بعض هنستخلص المصل للسم. هيكون معاكم أنا دكتور ميرا يوسف، دكتورة مهنية صحة نفسية وإرشاد، مدرب معتمد دولي، ممارس برمجة لغوية وعصبية، واستشاري نفسي وأسري تربوي، ومحاضر محترف بالمينتور. هصحبكم في مغامرة جديدة مثيرة، لأننا هنغوص في عالم العلاقات السامة المؤذية، علشان نتعرف عليه أكتر ونتعلم مع بعض إزاي نقدر نقي نفسنا من خطرها. وكمان هنتدرب على مجموعة مهارات تطبيقية هتساعدنا على إدارة شخصياتنا وطاقتنا وعلاقتنا، وصولاً للصحة النفسية والعلاقات السوية الناجحة. مستعدين؟ يلا بينا نبدأ رحلتنا.